عقدت أغلب مساجد الوطن على عاتقها في خطب الجمعة دعوة المواطنين نحو صناديق الاقتراع ليوم 4 مايو، وذلك بعدما شهدته الحملة الانتخابية من عزوف للمواطنين. التفاصيل نتابعها في تقرير إبراهيم برقاش. للتعبير عن آرائنا وعن تزكياتنا يحفظ لنا سلامة الوطن. خطب الجمعة وقبيل أيام فقط عن موعد تشريعيات 4 ماي بدأت تأخذ عبر مساجد الوطن نكهة سياسية، لعلها تكون حلا لمواجهة العزوف الانتخابي الذي بات يلوح في الأفق. لا، على كل حال صحيح الخطبة الجمعة عندها تأثير على المواطن، يعني حقيقة جات في الوقت المناسب، يعني قبل 4 ماي. أنا نظن يعني الإنسان الواعي يعني اللي يحب الوطن تاعو نقول يروح كما قال الإمام يشارك، ولكن بيضة يعني كما قال. أنا واحد من الناس أنا قانع، إحنا نحبوا الوطن، نحبوا بلادنا ونحبوا الخير لبلادنا، إحنا لازم نكونوا قانعين، والإنسان ينتخب على من تحب. أينما كانت استعمال الأدلة الشرعية لمخاطبة المقاطعين ودعوتهم إلى فعل التصويت يروه الأئمة في صالح المواطنين لتجنب أي توتر. نخاطب الجميع في قضية موجودة نعيشها بمساوئها ومصالحها، ورأينا أن من المصلحة الشرعية الحفاظ على بيئتنا وعلى وطننا وعلى عافيته من خلال التصويت، ولو بورقة بيضاء، ولكن أن يخرج التصويت. وهذا ونحترم الذين يخالفوننا، لكن قدمنا هذا بنصح وبأدب وبينا الأسباب والمسببات التي تدعو إلى ذلك. توجه الحكومة لمنابر المساجد وعبر خطب الجمعة يعبر عن التخوف الكبير من العزوف الانتخابي الذي رسمته الأيام الأولى الباهتة للحملة الانتخابية.